نحن البشر منذ الماضي حتى الحاضر لم نرى سوى الحرب دائم بيننا والخلافات حتى وقتنا هذا. لماذا لا نبدأ من جديد ونسامح بعضنا البعض وننهي هذا العذاب؟ علينا أن نكون يد واحدة نحب السلام والخير وننسى الماضي ونبدأ من جديد. رغم هناك طبقات مختلفة بين البشر، علينا أن نحترم بعضنا البعض كي تصبح الحياة أفضل وأجمل من قبل.